تمام. تعال تفضل معنا. معايا الدكتور أحمد، دكتور تغذية، وهو بيفيدني عن أسباب النحافة. يعني مثلا بدل ما ناكل ثمرة الفاكهة، بدل ما ناكل ثمرة الفاكهة نفسها، لا نعملها على أي عصير. الشخص اللي عايز يزيد في الوزن بننصحه بشكل مستمر، حاول كل تكون سايلة وسهلة في الهضم، لأن الهضم يبقى عندك غالبا بايظ. فأنت أو تصلح الهضم بتاعك إزاي؟ إن أنت تمضغ ببطء وتاكل ببطء، الأكل البطيء والمضغ البطيء. مشكلتنا إن الدنيا بتجري وكل حاجة بتجري معاها، حتى ما يعني حتى ما بناكل بناكل بدل ما بناكل عادي كده، لا بناكل بسرعة، يعني كل حاجة بتجري، حتى بنجري في الأكل وإحنا بناكل كده، عايزين ننام عشان ورايا الشغل معين وعندي حاجات معينه لازم اخلصها، صح كده؟ فانا بس فانا بشكل بسيط جدا بقول لك، لو احنا عايزين نحل مشكله لابد ان احنا نعرف ما هو السبب اللي موجود عندنا. ممكن نعمل تحليل صوره دم كامله، نعمل تحليل البراز، نعمل تحليل الغده الدرقيه، من خلاله نقدر نتاكد هل عندنا مشاكل صحيه. ما طلعش عندنا مشاكل صحيه تبقى الموضوع ده بنفسه، يبقى نركز على الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي انا قلت لك عليها. ممكن ناخد بعض المشروبات مثلا اللي بتفتح الشهيه، زي مشروب البابونج واليانسون والحلبه وهذه الاشياء برضه بتفتح الشهيه. هو بتقول لك جبت من الاخر. تمام. اخبارك؟ الحمد لله تمام. شرفت بيك كتير والله، والله اتشرفت بيك كتير. الله يسعدك، ربنا يحفظك، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. والله العرب، والله لو عرب بيسجلوا الحلقه دي ازاي لسجلها؟ اكيد الفيديو دوت هيبقى متسجل، لا هخليه مش همسحه. والله انت احلى حاجه النهارده حصلت لي، اقسم بالله كنت قاعده حزينه، فالحمد لله دخلتك بالدنيا كلها. ربنا يسعدك يا رب يا مريم، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. انا مبسوط ان انا بتقابل مع ناس طيبين كده، واكون سبب في تغيير حياه انسان، دي احلى حاجه في حياتي يعني، او اجمل حاجه في الكون يعني كلها. بقول لك لو هكتب لك روشته هكتب لك فيها كلمتين، هكتب لك فيها ممنوع العصبيه، ما تسمحيش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك، لانك انت اللي هيجي لك الضغط، انت اللي هيجي لك السكر، انت اللي هيجي لك القلب، انت اللي هتموتي في النهايه، انت اللي هدانك نحيفه ومعصعصه ومحدش هيبص عليكي. هو بتقول لك جبت من الاخر.